طبعا يا جماعه احنا كنا خدنا راي الناس، عايزين نعمل عرض للحريمي. فاغلب الناس قالت لي افكار كتير، انا الفكره اللي شايفها يعني هتكون كويسه ليكم جدا وليا انا في نفس الوقت، ان انا اعمل عرض قطعتين والتانيه 50%. طبعا ما شاء الله اغلبيه الناس بتشتري، فانت لو عايز تستفاد بالعرض ممكن مثلا بنتين يجيبوا، ومثلا حد تالت معاهم هيستفادوا. لو حد مثلا بيشتري قطعتين هيستفاد بالتالتة نص التمن، يقسموهم بقى هم على بعض، هتلاقي القطعة يعني فوق الكوست بتاعها بحاجة بسيطة جدا جدا جدا. أنا عامل العرض ده على الحريمي فقط، مش على الرجالي، العرض ده على الحريمي فقط. وعامله على الحريمي فقط ليه؟ لأن لسه عندنا كمية كبيرة، الرجالي بدأ يقل جدا، وفي تجار محترمين واخدين مننا شغل في الرجالي، ما نقدرش نعمل عرض عشان الناس دي برضو ليهم إيه حق عليا، ما أقدرش أروح في أي اتجاه معاهم. فالعرض ده شامل على البضاعة الحريمي ان شاء الله. اللي حابب ينورنا في اركيديا او في امبابة، طبعا في ناس متعرفناش، احنا العنوان الاول مول اركيديا كورنيش نيل الدور الارضي، العنوان الثاني امبابة 20 حجر الاساس. كل سنة وانتم طيبين، ورب العرض يعجبكم ان شاء الله. تنورونا في الفرعين، ولو عايز تبعت رسالة هيجي لك كل المقاسات على الارقام اللي بنحطها دايما في التواصل هنا كلها. السلام عليكم.